السلام عليكم، معاكم زميلكم عبد الفتاح طارق في رابعة مدني. هنتكلم النهاردة أو أعرفكم بمادة الهندسة الصحية والبيئية. مادة الهندسة الصحية والبيئية تبع قسم اسمه قسم الهندسة البيئية. درسنا منه الكيمياء في إعدادي هندسة، اللي اتعرفنا على مادة الكيمياء منه. القسم بيهتم بالقضايا البيئية، ومادة الصحية بتهتم بالقضايا البيئية اللي تخص مية الشرب ومية الصرف الصحي. هندرس في صحية واحد كل ما يخص مية الشرب، المية أو المية النظيفة يعني، اللي هو أنا دلوقتي عندي مصدر مية زي نهر النيل، إزاي أخد المية منه والعمليات اللي بتمر بيها المية عشان توصل لحد إيه، تنزل من الحنفية نشربها ونستخدمها استخدام المنزل. المادة الهندسة الصحية بتتكون من 125 درجة، تمام؟ بيكون 80 الفاينل، والأعمال السنة 45 بتكون غالبا 20 ميد ترم و25 أعمال سنة الدكتور يوزعها لمصلحة الطلاب يعني. الاستاف يعني ما شاء الله، استاف هندسة الصحية هنا في الزقازيق من أقوى الاستافات على مستوى مصر كلها. أو هنا يعني عندنا دكتور احمد سيف ودكتور عماد حمدي، ما شاء الله الناس على مستوى اكاديميك عالي جدا، وفي الشغل بره عندهم خبره. اللي هيهتم بالمجال وهيدرسه يتعلم منهم في الخبره، الشغل بره ماشي ازاي. والمعيدين معانا باشمهندس محمد سرور، وباشمهندسه اماني، وباشمهندس اسلام صلاح، وباشمهندس احمد مجدي طبعا، وباشمهندس احمد السعيد. الصحية بتخدم ايه؟ بتخدم السكان. فالاول بدرس جزء عن السكان وازاي اقدر اتنبأ بعددهم بعد 40-50 سنة بطرق مختلفة، اتنبأ بالسكان وعددهم واستهلاكاتهم، فده اول جزء. وبعد كده بندرس الجزء بقى محطة المياه نفسها او محطة التنقية للمياه. اول جزء فيها هو عملية الترسيب، ده شابتر ترسيب بقى بانواع مختلفة. وبعد كده بندرس حاجة اسمها الفلاتر او الفلتريشن، وبعد كده حاجة اسمها الخزان الأرضي، ده هو بخزن فيه المية، وبعد كده الخزان العالي بنشوفه أكيد في محطات المية كلنا ومحطات التنقية، وبعد كده الجزء الشبكات، جزء خاص بشبكات المية اللي بتاخد المية من المحطة عشان توصلها للبيوت. هي المادة فيها كمية نظري كويسة، يعني تقريبا 40% ل 60% نظري، 40% بس النظري فيها يتفهم، والمادة عايزة متابعة ومذاكرة أول بأول، لان لو الواحد ساب المادة تتراكم عليه هيجي في الاخر هيحسها صعبة وكده، بس لو اول باول هتلاقيها لذيذة وحلوة يعني. المادة مهمة جدا، الشغل دلوقتي بره مصر كلها المشاريع فيها متجهة لموضوع المية، سواء مية شرب او مية صرف، فهي طبعا ده مجال لوحده بره الناس بتشتغل فيه، ودلوقتي في شغل وطلب عليه كتير جدا. ازاي المذاكره هي اهم؟ الماده دي محتاجه اول باول، يعني الصحيه واحد والصحيه اتنين محتاجين الواحد اول باول يذاكرهم ويتابع، ما يسيبهاش تتراكم. والنظري محتاج يتفهم، والمسائل سهله عادي ما فيهاش حاجه، بس المشكله بس ايه، في كم قوانين كبير لازم الواحد اول باول يبقى متابع القوانين دي وعارفها، لان الماده ما فيهاش قوانين جذب في الامتحان. الافضل معيد في الحضور عندنا المعيدين كلهم الافاضل بتوع الكيمياء، باشمهندس اسلام صلاح، باشمهندس محمد صور، والناس دي، باشمهندس اماني، فانت تحضر اللي ترتاح معاه في الشرح. والمذكرات نفس الكلام، كلهم مذكراتهم وافيه الشرح يعني. الحقيقه الدكتور احمد سيف ودكتور عماد حمدي يعني بيقعد طلبه جدا في الحته دي، والامتحان بيجي غالبا من متكرر افكار كتير منه من السنه اللي فاتت، يعني الماده ما فيهاش قلق ان شاء الله. انت طول بس ما انت مذاكرها اول باول ومهتم بيها خلاص تضمن الماده في جيبك، وماده التقدير ان شاء الله باذن الله يعني. في فيديوهات باشمهندس اسلام صلاح وباشمهندس محمد صور موجوده على مرفوعه على اليوتيوب، واكيد موجوده في الدرايف بتاعك. هي الصعوبه بس ان يعني في قوانين كتير، والقوانين دي مش جيفن في الامتحان للاسف، وفي بقى شويه ارقام لازم تتحفظ، ارقام نظري يعني رينج مثلا من كذا لكذا، ده لازم تتحفظ، ممكن تطلعه في ورقه على مدار السنه وتحفظه. بالنسبه للتدريب او الموقع، انا لما نزلت طبعا الماده اللي احنا بندرسه فيها بيتنفذ، او جزء كبير منه هو اللي بيتنفذ في الحقيقه،
فاللي هيهتم او عايز يكمل بعد كده في مشروع الصحيه لازم ياخد الماده دي، مش ماده عايز يمتحنها وخلاص ويجيب درجه فيها، لا ياخدها بفهم وياخدها ايه ان هو يشتغل فيها بعد كده ان شاء الله. الماده جميله وهتتعرف على تخصص جديد، يعني ما درسناش التخصص ده قبل كده، فهتتعرف على تخصص جديد اللي هو مجال الهندسه الصحيه والبيئيه، وفيه شغل بره كتير فلازم تهتم بيها. والدكاتره دكتور احمد سيف دكتور عماد حمدي حاول تستغلهم، لان الناس دي عندهم علم في الشغل بره رهيب، واللي عايز يكمل مشروع صحيه ان شاء الله يستفاد من الماده جدا. كنت حابب اضيف حاجه مهمه عن ماده الصحيه، ان الدكتور الدكاتره يعني بينزلوا مشروع، المشروع دوت يعني بيكون لتحسين درجات الطلبه، وبيكون عشان تستفيد، بدل ما انت مثلا بتصمم، يعني انت عارف تصمم مثلا جزء معين، لا انت بتصمم محطه كامله يعني من الاول للاخر، بتطبق المنهج كله على الايه محطه كامله، وكل طالب بينزل له بيانات من عدد سكان واستهلاكات، فالمشروع ده بيبقى كويس رافع درجات، وهتبقى حاجه تستفيد منها جدا، خصوصا الناس يعني اللي ناويه تتخصص في مشروع صحي، يعني الموضوع مفيد باذن الله. انا احب اشكر تيم زجزاج على ان هم وفروا الفرصه دي للطلبه ان هم يتعرفوا على المواد بطريقه جديده، وخلاص كده شكرا.